وماذا مع من يكونوا سريعي الغضب وشديدي الانفعال في رمضان بحجة صيامهم؟ والله أنا أتصور العكس، أنه الإنسان حينما يصوم ترق نفسه ويزداد حلما ويزداد صبرا، أما الذي يصوم صياما تركا للطعام والشراب فقط يزداد طبعه حدة. يعني في فرق، من صام الصيام الذي أراده الله يأتيه الحلم والأنات والهدوء والرحمة والتبصر، أما الذي يصوم تركا للطعام والشراب فقط ولم يصب الصيام الذي أراده الله ينعكس هذا ضيقا في خلقه. نعم، بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن نريد أن نؤكد كما تفضلت أن هذه العبادة فيها امتناع وفيها كف، كأنها عبادة سلبية. السبب أنه أيام الأب يأمر ابنه أن ينظف أسنانه، الأمر واضح، أن يدرس الأمر واضح، أن ينام باكراً الأمر واضح، قد يتلقى الابن مئات الأوامر من أبيه كلها أوامر واضحة ولمصلحته، لكن لو أن الابن جائع جداً والطعام نفيس وطعام أبيه وهو ابنه قال له لا تأكل، فإذا قال سمعاً وطاعة يا أبتي، معنى ذلك أن لهذا الابن ثقة بالأب بلا حدود. لا، تلقى أمراً غير معقول وغير مقبول لكن نفذه بحذافيره. لذلك هذا معنى قولي الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني أي أمر إلهي كلما اتضحت حكمته ضعفت العبودية فيه، وكلما غابت عنا العبودية وكلما غابت عنا حكمته ارتفع مستوى التعبد فيه. فأولاً الصيام امتحان لعبودية الإنسان لرب الأرض والسماوات، لأنه يمنعه أن يأكل، يمنعه شيئاً مباحاً، يمنعه شيئاً لا بد منه. يعني ليس منع عن المحرمات كما اعتاد المنع، منع عن المباحات أو منع عن الضروريات، منع عن اللقاء الزوجي. المسلم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات تأكيداً لعبوديته لله عز وجل. فلذلك ما كل أمر تتضح حكمته تكون فيه العبادة عالية المستوى، أما حينما لا تتضح حكمة الصيام أحياناً تدع الطعام والشراب، والأيام حر والإنسان بحاجة إلى ماء بارد وإلى طعام نفيس يدع الطعام والشراب استجابة لأمر الله عز وجل. فأول جانب من جوانب الصيام أنه يؤكد عبودية الإنسان للواحد الديان، هذه واحدة. الشيء الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا الشهر العظيم أن يقوي إرادتنا على طاعته، بمعنى أنه منعك أن تأكل وأن تشرب، منعك من المباحات، منعك مما هو متاح لك دائما، فهل يعقل وأنت تمتنع عن المباحات أن تقترف المعاصي والآثام؟ كأنه شهر لتقوية الإرادة، الإنسان تقوى الإرادة في الصيام، ترك الطعام والشراب يكذب مستحيل، يعني يملأ عينيه من امرأة لا تحل له مستحيل، يعني يترك الصلاة مستحيل، ترك الطعام والشراب. فكأن هذا الشهر أراد الله منه أن نقوي الإرادة على طاعة الله عز وجل. يعني هو يعني بسموها دورة خاصة، دورة مكثفة لثلاثين يوم. والحقيقة هذا الجوال الصغير الهاتف إن لم يشحن يسكت، إن لم يشحن ينطفئ، فالإنسان لا بد من أن يشحن. يعني هذه الشحنة دكتور خلال 30 يوم، يعني ربما من اللذائذ في شهر رمضان لذة التأمل ولذة المتعة عندما ترى أن الناس جميعهم يسيرون وفق منهج واحد، يفطرون في وقت واحد، نعم، يصومون في وقت واحد،
يصلون في وقت واحد، يعني منهج خلال هذا الشهر. نعم. لعل هذه إحدى الأمور الجميلة جميلة الملاحظة. هذا جانب آخر سنأتي عليه، لكن أنا أقول أن الإنسان حينما يترك ما هو مباح له طوعية إرضاء لربه لا يعقل أن يترك أن يقترف المعاصي والآثام. في معاصي اللسان لا تعد ولا تحصى، في معاصي المال، معاصي النساء، المعاصي منوعة جدا. ما دام قد ترك الطعام والشراب أيعقل أن يقترف المعاصي والآثام؟ إذن هو تقوية لإرادة المؤمن. شيء آخر، الإنسان فقير في أصل خلق الإنسان، نقاط ضعف كثيرة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الضعف في أصل خلقه، قد يغيب عنه الطعام موجود والشراب موجود ينسى، والمركبة موجودة والأهل موجودون، لكن حينما يمنع عن الطعام والشراب في أيام الصيف يدخل إلى البيت يتوق إلى كأس ماء بارد والثلاجة أمامه والماء البارد أمامه، لماذا يمتنع؟ خوفا من الله. بربك لو أن دولة أمرت بالصيام كم إنسان يصوم؟ يدخل للحمام ويشرب الماء. يعني من سابع المستحيلات أن تضبط إنسان وهو في البيت وحده على درجة من العطش عالية جدا، ودرجة من الحر عالية جدا، والثلاجة أمامه والماء البارد أمامه، يخاف الله. كأن الصيام عبادة الإخلاص، يعني أنا أراقب الله عز وجل، لا أستطيع أن أضع قطرة ماء في فمي، فهذه عبادة راقية جدا. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه يعني برأيك دكتور كم من الناس يتنبهون لهذه المعاني التي تذكرها؟ حكم كبيرة. أولا كأن الله يريدنا أن نعرف محبتنا له حينما نصوم. ما في شيء مباح لك، الماء البارد موجود، الطعام، كل شيء موجود، لأنك ترى أن الله معك ويراقبك. وأعظم أنواع الإيمان أن ترى أن الله معك يراك. أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأولا الصيام ترتفع فيه نسبة العبودية لله عز وجل. لكن لو الله نهانا عن قتل، شيء واضح جدا، القاتل يقتل. نهانا عن السرقة، السارق يسجن. نهانا عن شرب الخمر، يضيع العقل مع الخمر. فكل شيء نهانا الله عنه واضح ولمصلحتنا. أما ترك الطعام والشراب بخلاف طبيعتنا وبخلاف جبلتنا بخلاف فطرتنا، فلذلك يرقى الإنسان. يعني ما بعد كثير من الناس عن جوهر الدين وعن كثير من الأمور المتعلقة فيها، نجد بعض الناس وكثر طبعا يتهاونون في أمور دينهم الكثيرة. نعم. ولكن إلا موضوع الصيام. نعم. نجد هناك رقابة داخلية كبيرة. نعم. لدى كثير. نعم. من الناس بأنهم لا يفطرون، لا يمكنهم على الإطلاق، مستحيل. في شيء آخر الإنسان، يعني التمييز هنا في الصيام، لماذا الصيام كان أشد وقعا على النفس من باقي الفرائض؟ لأن ترك المباحات شيء صعب على النفس. المباحات الطعام والشراب، يعني عفوا، حينما أراد الله أن يصف بشرية الأنبياء ماذا قال؟ قال كانوا يأكلون الطعام. يعني البشر مفتقر في وجوده إلى تناول الطعام، ويمشون في الأسواق بل مفتقر إلى ثمن الطعام أن يعمل. فلولا هذه الحاجة إلى الطعام والشراب ما رأيت على وجه الأرض شيئاً. لذلك قضية الطعام والشراب حينما نمنع عنها في رمضان، هذا يؤكد عبوديتنا، يؤكد افتقارنا، نعرف حجمنا الطبيعي. هذه المعاني كلها مقتبسة من ترك الطعام والشراب. لكن في شيء آخر، كأن الأمر الإلهي من المستحيل أن يكون له أهداف محددة. أهداف الأمر الإلهي لا تعد ولا تحصى. ما قولك أن الصيام قليل منها قد يكون معلوم أو ظاهر؟ نعم. ما قولك أن الصيام يعد دورة وقائية لأمراض كثيرة، ودورة علاجية لبعض الأمراض؟ يعني هذا الجسم من خلقه؟ الله عز وجل. ترك الطعام والشراب يجدد هذه العضوية، يكون صيانة لبعض الأجهزة، يكون تجريفاً لبقايا الطعام في الأمعاء، يكون استعداداً أو صيانة لأجهزة في الجسم مهمة جداً. فنحن عقب الصيام قد ينزل الوزن قليلاً
بتنشط نشاط عالي. لكن في شيء آخر الآن تفضلت به قبل قليل، أنه النظام حضارة. النظام حضارة، أمي بأكملها تأكل بدقيقة واحدة وتمتنع عن الطعام بدقيقة واحدة وتتحرك بساعات محددة. هذا شيء يريك عظمة هذا الدين. الدين جماعي والدين فردي. في ترك الطعام والشراب علاقة فردية مع الله، وفي ترك الناس الطعام في وقت واحد والتناول في وقت واحد أيضا هذا يؤكد النظام في الأمة. فكما أن العبادات التعاملية تؤكد العلاقات الاجتماعية، كذلك هذا الصيام يؤكد النموذج الاجتماعي. ولكن يعني هذا النموذج الاجتماعي وهذه الوحدة الكبرى التي يشعرها المسلمون بينهم وبين أخوانهم، ألا يعكر صفوها عادة أن تصوم أنت في يوم ويصوم جارك في البلد الآخر في البلد الشقيق في يوم آخر، أو أن تعيد أن تفطر قبله بيوم ويفطر هو بعدك بيوم؟ هذه يعني ألا تعكر صفو المسلمين؟ ألم يجد المسلمون طريقة بعد لكي تتفق مواقفهم، تتفق مناسباتهم في يوم محدد؟ يعني هو هذا الدين لكل العصور. يوم لم يكن هناك تواصل إعلامي، كل بلد مكلف أن يرى الهلال، فقد تختلف الرؤية من بلد إلى آخر. أما الآن في تواصل إعلامي مذهل، والله اختلاف المسلمين في صيامهم والله أنا أراه وصمة عار بحقهم، يعني شيء غير معقول. ممكن أي بلد إسلامي رأى الهلال أن يعمم هذا على كل بلاد المسلمين؟ يعني نحن نريد أن نكون متحدين أمام الطرف الآخر، أما هذه الفرقة في بدء العيد وبدء الصيام شيء يؤسف له كثيرا، وأتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة. نعم نعم. يشكل الصيام لبعض أصحاب المهن مشقة كبيرة، فهل يعني يوجب عليهم ذلك إيجاد أحكام والله خاصة؟ والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الله عز وجل أباح الفطر للمسافر وللمريض، وفي بعض الأحكام الفقهية من كانت له حرفة شاقة جدا تتناقض مع الصيام له أن يفطر وأن يدفع عن كل يوم إطعام مسكين. فالإسلام يسر والإسلام مرن والإسلام يتمشى مع حاجات الإنسان. ولكن نريد أن نؤكد ونحن في هذا الشهر أنه في شيء اسمه قيام. النبي الكريم يقول: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بربك لو كنت تاجراً وعليك شيء 50 مليون ديون لا تستطيع سدادها، وجاء من يقول لك في 30 يوم اعمل ما يلي وتعفى من هذه الديون، فرصة لا تعوض لا تقدر بثمن. وكأن الله عز وجل حينما أمر النبي فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني كأنه صفحة مع الله جديدة، كأن كل ما عليك في الماضي هذا الشهر الكريم يلغي المسؤولية عن الماضي ما لم يكن طبعا متعلقا بحقوق الغير. أنه الله قال: يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض، يعني ما كان. بالمناسبة هناك ذنب مع الله هذا يغفر في رمضان، حقوق الله مبنية على المسامحة. هناك ذنب مع الآخرين هذا لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة ولو صام رمضان. إذا في عليه دين، الدين يجب أن يؤدى. ما كان بينك وبين الخلق لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. وأما ذنب الشرك هذا ذنب لا يغفر، أي أن تتجه لغير الله. الإنسان حينما يتجه لغير الله ليس هناك شيء. أنت تسافر إلى حلب، لك مبلغ ضخم بحلب، ركبت قطار، هناك أخطاء في القطار كثيرة، ركبت في عربة فيها شباب يعني طباعهم سيئة أزعجوك، ركبت بعكس اتجاه القطار وصبت بالدوار، أنت جائع وفي عربة مطعم ما انتبهت له، هناك أخطاء كثيرة ترتكب في القطار وهو في طريقه إلى حلب. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطار درعا والمبلغ بحلب. يعني الشرك إذا ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر. ولكن يعني لا يمكن أن يكون هذا الموضوع موضوع أنه ما تقدم من الذنب قد يكون
حافزا لبعض الناس على طبعاً أن يتبعوا العكس، يتبعوا العكس. كيف العكس؟ يعني بمعنى أنه غفر له ذنب، فبالتالي عليه أن يستأنف ربما مسيرته التي كان عليها. نعم ربما هي شبه مستحيلة. كيف؟ أنت حينما تقترف الذنب لا سمح الله ولا قدر من أجل ظن أن الله سيغفره، لا يغفر عندئذ. هذا المغفرة تكون لما مضى، أما للمستقبل استهزاء بالله عز وجل. إنسان غلبته نفسه وقع في ذنب، يأتي رمضان فيغفر هذا الذنب، أما أن يخطط ليقترف الذنوب والآثام بعد رمضان، يأتي رمضان آخر، هذا استهزاء بالله عز وجل مرفوض كليا. نعم. طب برأيك دكتور، يعني أي سمو بالشخصية، أي سمو بالنفس يمكن للمسلم أن 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 يقاسيه أو 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 يكبت على نفسه حتى يحتفظ بها بهذه نعم. الصفات السامية من نفس الإنسانية أولا ونفس نعم. المسلم ثانيا في رمضان، عندما يعني تكون اللحظات حرجة، عندما تكون المواقف حرجة، قد تجد أناسا ربما يعني لا يملكون هذا الصبر. لكن أنت حينما في نهار الصيام تؤدي صلاة الفجر في المسجد لثلاثين يوما، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وأنت حينما تؤدي صلاة العشاء في المسجد وفي جماعة وبعدها التراويح، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، الإله العظيم يعني ألزمك أن تصلي بالجماعة وقتين مهمين جدا، الفجر والعشاء، فكأن هذه الصلاة أصبحت جزءا من حياتك. أمرك أن تقرأ القرآن، الحقيقة رمضان منوع جدا، منوع ولكنه يمكن أخذه في إنفاق مال، يعني كما يقال كسلة واحدة. نعم كان جوادا. نعم. وكان أجود ما يكون في رمضان، أنت برمضان تنفق المال، برمضان تقرأ القرآن، برمضان تصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، برمضان تقوم الليل التراويح قيام ليل، برمضان تضبط اللسان تضبط العين، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. أنت برمضان في مئات الأخطاء التي تتوهمها صغيرة تمتنع عنها في رمضان، وكأن هذا الامتناع يقودك إلى أن تبقى شيئا ثابتا في حياتك. رمضان منوع جدا، في صيام، في قيام، في تراويح، في فجر، في قرآن، في إنفاق، يعني شيء دقيق جدا. رياضة روحية كاملة ومجموعة متكاملة أيضا. نعم. من العبادات التي يجب أن تكمل بعضها بعضا. نعم نعم، في ترك الطعام والشراب، في ترك الغش والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان، يعني في الحقيقة الذي يهلك الناس ليست الكبائر، الكبائر مألوفة معروفة، القتل والزنا والسرقة، أما الذي يهلك الناس ما يتوهمونه صغائر، هذه كلها في رمضان يتركها الإنسان، وكأن الله دربه على أن يرفع مستوى استقامته إلى مستوى ينخلع الحجاب بينه وبين الله عز وجل. وماذا مع من يكونوا سريعي الغضب وشديدي الانفعال في رمضان بحجة صيامهم؟ والله أنا أتصور العكس، أن الإنسان حينما يصوم ترق نفسه ويزداد حلما ويزداد صبرا، أما الذي يصوم صياما تركا للطعام والشراب فقط يزداد طبعه حدة، يعني في فرق، من صام الصيام الذي أراده الله يأتيه الحلم والأنات والهدوء والرحمة والتبصر، أما الذي يصوم تركا للطعام والشراب فقط ولم يصب الصيام الذي أراده الله ينعكس هذا ضيقا في خلقه. نعم.